الثانية فجرا بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الحرة الآن ونستهلها بالعناوين. بايدن يتعهد برد قوي على أي استهداف من طالبان ضد القوات الأمريكية، ويؤكد أن الولايات المتحدة ستستمر في محاربة الإرهاب رغم انسحابها من أفغانستان. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا على خلفية عملية تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني. العاهل المغربي يقول إن بلاده تتعرض لهجمات مدروسة من دول ومنظمات لضرب وحدتها واستقرارها. أهلا بكم مشاهدين مجددا، معكم سهام عثمان. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية سترد على أي هجمات تتعرض لها القوات الأمريكية من قبل مسلحي حركة طالبان. وفي مؤتمر صحفي له الجمعة بيّن بايدن بأن الولايات المتحدة ستستمر في عملياتها ضد الإرهاب رغم انسحابها من أفغانستان.